المركز الدولي للأمن الرياضي في الدوحة يحصل على عضوية دولية من الاتحاد الأوروبي ويدخل التاريخ. العضوية تعني أن مركز الدوحة للأمن الرياضي أصبح أول مركز في العالم خارج أوروبا ينال هذا الامتياز والمكانة المرموقة. تلقى المركز الدولي للأمن الرياضي الدوحة كتاباً من مجلس الاتحاد الأوروبي بموافقة اللجنة الوزارية للاتحاد الأوروبي على العضوية ليصبح المركز الدولي أول منظمة من خارج أوروبا تحظى بهذه المكانة المرموقة. وبموجب هذه العضوية ينضم المركز الدولي للأمن الرياضي بالدوحة إلى ركب المؤسسات العالمية الفاعلة والتي يبلغ عددها 25 مؤسسة رياضية أوروبية حصيلة على العضوية. ويعول المركز الدولي على هذه شراكة للتوصل إلى مسودة معاهدة دولية لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات. ومعنا في الاستوديو السيد محمد الهجري نائب رئيس مركز الأمن الرياضي الدولي في الدوحة. سيد محمد حياك الله. مساء الخير. نورت الاستوديو. يعني سيدي. المركز الدولي أول منظمة من خارج أوروبا تحظى بهذه المكانة المرموقة. صحيح. المركز الدولي للأمن الرياضي والحمد لله بفضله تمكن أنه يكتسب اعتراف مجلس أوروبا المكون من 47 دولة أنه هو منظمة دولية غير ربحية تعني بالأمن والسلامة والنزاهة في العالم، وهذا اعتراف نعتبر اعتراف ممتاز وكذلك يعزز مصداقية المركز الدولي دوليا. أكيد. طب يعني سيد محمد، ما الجديد في آلية عمل مركز الدوحة للأمن الرياضي بعد هذه العضوية؟ هو حقيقة لازم احنا نعرف من الأساس ايش استراتيجية المركز، بناء عليه نقدر نقول ايش الآلية. المركز الدولي للأمن الرياضي يعمل على مسارين. نعم. بداية المركز الدولي للأمن الرياضي يقوم بعدة أنشطة اللي هي تقديم الخدمات الاستشارية في الأمن والرياضة، الأمن الرياضي وكذلك الاستشارات فيما يخص النزاهة، بالإضافة إلى التدريب. نعم. بالإضافة إلى الأبحاث. فالمركز الدولي يوجد لديه استراتيجية واضحة وخطة طريق واضحة من خلال مسارين واضحين. المسار الأول هي العقود المباشرة مع المنظمين أو الحكومات أو الدول، مثل اتفاقيتنا أو عقدنا مع كأس العالم 2018 روسيا، وكذلك كأس العالم الآيس هوكي بسكوت السويد وفنلندا وغيرها مع اللجنة الأولمبية القطرية من خلال الإشراف على الملاعب كأس العالم اليد 2015. وفي مسار آخر وهو مسار استراتيجي نعتبره اللي الهدف من أساس تأسيس المركز اللي هو بحيث يصبح بعد فترة معينة من الزمن مرجع دولي في الأمن والسلام والنزاهة. نعم. ومن خلال المسار الثاني يقوم المركز بعدة اتفاقيات وشراكات وعضوية مع منظمات دولية سواء كانت أهلية أو حكومية أو غيرها. ونتج عن هذا العضوية الأخيرة في مع مجلس أوروبا اللي نعتبره إحدى أهم العضويات أو المشاركات الخارجية للمركز الدولي للأمن الرياضي. طب يعني سيد محمد، المشاريع التي تمت، يعني أنت تتحدث في المستقبل، ما هي المشاريع التي تمت؟ على مستوى المركز إجمالي ولا على مستوى؟ نعم، على مستوى المركز الدوحة. فعلا هي مشاريع كثيرة لا يمكن يحصرها بالوقت الحالي، لكن نحصرها في مجال مجلس أوروبا. من خلال مجلس أوروبا الفائدة الكبيرة اللي راح تعم على مجلس على المركز الدولي للأمن الرياضي هو اعتراف أوروبي. نعم. أوكي، بالمركز الدولي إنه يقوم بهذه الأنشطة اللي هي الأمن والسلام وكذلك النزاهة. ومن خلال هذه الاعتراف راح إن شاء الله نكون عضو مشارك في جميع جلسات مجلس أوروبا. وكذلك يعتبر كمنصة للتعاون بينه وبين المنظمات ال 25 منظمة الملتحقة بالمجلس الأوروبي، من ضمنها الفيفا والأيو سي والوادا وغيرهم كثير. فهي فتحت مجال أو ثغرة نقدر نقول في المجتمع الدولي فيما يخص الأمن الرياضي والنزاهة عن طريق القارة الأوروبية، والقارة الأوروبية مثل ما احنا عارفين تحتوي على كافة أو معظم الاتحادات العالمية المتعلقة بمجال الرياضة. جميل. يعني سيد محمد، تكون أهمية يعني حصول المركز الدولي على هذه العضوية علاج المشاكل في أو التحديات الخطيرة التي تواجه الرياضة الأوروبية، يعني بخصوص قطر، شو ممكن يعني يفيد قطر هالموضوع؟
هو المركز الدولي للأمن الرياضي الهدف الأساسي لإنشائه هو المنفعة العامة للمجتمع الدولي وليس قطر بالذات، لكن في عائد غير مباشر على دولة قطر راح إن شاء الله ينعكس على تنظيم كأس العالم 2022، وكذلك تنظيم كأس العالم 2015، كأس العالم اليد في قطر، وأمور كثيرة حتى في على مستوى البنية التحتية لدولة قطر المستقبلية اللي قائمين على إنشائها الوقت الحالي. فبالتالي أمور كثيرة وإيجابية راح تنعكس بطريقة غير مباشر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على دولة قطر إن شاء الله. إن شاء الله. يعني مركز بفترة قصيرة ما شاء الله منذ تأسيسه أصبح يزخر بمقومات مهنية بمقاييس عالمية فعلا سيد محمد. طيب ما هي الرؤية الخاصة بمركز الأمن الرياضي في الدوحة؟ حقيقة الرؤية الخاصة أن يكون المركز مرجع وحيد أو الأفضل عالميا ودوليا فيما يخص الأمن والسلامة. هذا الفائدة الرئيسية فيما يعمل به المركز الوقت الحالي، لكن محتاجة جهد كبير وتعاون كبير. وبهذه المناسبة نشكر وزارة الداخلية ودولة قطر قدمت دعم كبير للمركز من خلال أنشطة كثيرة ومشاريع كثيرة، بالإضافة للجنة الأولمبية سعد الشيخ سعود بن عبد الرحمن، وكذلك اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 إنهم أولون الثقة الكاملة في إن شاء الله قريب إن شاء الله راح يعلن عن عقد بين المركز الدولي والأمن الرياضي وكذلك اللجنة المنظمة 2022 إن شاء الله. السيد محمد الهجري نائب رئيس مركز الأمن الرياضي الدولي في الدوحة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.